السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير كيكة عائلية بطريقة سهلة ومبسطة، والمذاق نتاعها يجي من قبل ما يكون. نشوف مع بعض مقادير الكيك. عندي 320 غرام من الفارينة ولا الدقيق الأبيض ولا الطحين. عندي 120 مليلتر من الحليب. عندي 200 غرام سكر. 150 مليلتر من الزيت النباتي. عندي 3 ملاعق أكل من الياغورت الطبيعي أو الزبادي. عندي رشة ملح صغيرة باش نبشر الليمونة وناخذ منها القشر متاعها. عندي ملعقة أكل من الخل، 5 بيضات حجم متوسط ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ. عندي 15 غرام من سكر الفانيليا و15 غرام من خميرة الحلويات. كما شفتوا معايا هذه المكونات متاع الكيك. نتعدوا تو مرحلة التحضير. أول حاجة بديت بها حضرت المول اللي باش نحط فيه الكيك، دهنته بدهنة خفيفة بالزبدة، وبعد حطيت فيه أوراق الطبخ وزدت عودت دهنته بدهنة خفيفة بالزبدة ما كثرتش، ورشيت فوق الفارينة ولا الطحين، وبعد نفضه كيف هك، ما خليتش فيه الفارينة كيما تشوف، وباش نتركه جانبا ونحل الفرن على درجة حرارة 160 نخليه يسخن. ونتعدوا باش نحضروا المرحلة الأولى من الكيك. في المعون اللي باش نخلط فيه الكيك كسرت 5 بيضات، نزيد عليهم السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزيد عليهم الفانيليا، وباش نبشر الليمونة. القارص من الاول ولا الليمون باش يعطي النكهه نتاعو كامله 100% في الكيك. نزيدو رشه الملح الصغيره. تو باش نبدا نخلط في المكونات لين السكر يذوب ويتضاعف الحجم نتاع البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات مليح لين تحصلت على قوام كريمي واللون نتاع البيض بياض. يلزمنا نخلطوها مليح باش يجينا القوام نتاع الكيك اسفنجي. توا عندي القيمه نتاع الياغورت، نزيد الحليب، نزيد ملعقه نتاع اكل من الخل. الخل يساعدنا باش الكيكه تجي هشوشه ويجي القوام نتاعها اسفنجي وينحي رائحة البيض من الكيك. نعاود نخلط المكونات شوي. كيما شفتوا معايا خلطت المكونات مليح. تو باش نزيد القيمة نتاع الزيت. نزيد تو نخلط مليح. خلطت الزيت في المكونات مليح. تو باش نزيد الفارينة اللي هو الطحين ونزيد خميرة الحلويات. نبدا نزيد بشوي بشوي ونخلط. هذه خميرة الحلويات.
كما شفتوا معايا كملت خلطت الكيك، هذايا القوام اللي تحصلنا عليه. عايش بناتي اللي تعجبها الكيكه نتاع اليوم وتجي باش تطبقها ماذا بها تلتزم بالمقادير، راهي المقادير نتاعها مضبوطه، وتشوف الفيديو من الاول للاخر باش تحصل على كيكه ممتازه. باش نجيب المول اللي حضرته باش نصب معاكم الخليط، نهز يدي الفوق ونبدا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا كملت حطيت الخليط نتاع الكيك في المول، تو باش نهز ونحط كيف هكا. بسم الله الرحمن الرحيم هكا باش كان فيها هواء يخرج. كملت تو الكيك، تو باش نهز نحط الكيك في الفرن اللي انا سخنته مسبق على درجة حرارة 160 مدة 35 دقيقة، ونحل عليه الباب. ميسالش كي ظل نفوت 30 دقيقة نجمو نحلو عليه باب الفرن. نا في 35 دقيقة نشوفو، لكان طاب وحضر نشوف في أعلى مكان في الكيك وندخل سكينة شايح، لكان طلعت شايح راهو الكيك طاب نخرجوه، لكان طلعت فيها الخليط متاع القطو ولا الكيك راهو مازال نزيدوه 5 دقايق أخرين، وبعد لا يطيب ويحضر نرجع نشوفوه مع بعض إن شاء الله. خرجت الكيك من الفرن كيما شفتوا، تو باش نجيب عود خشبي ولا كوردون ونعمل تيست للكيك نشوفوا اعلى بلاصه وين نشوفوه هل ترى شايح ولا لا. كيما شفتوا معايا طلع شايح، نزيدو نجربوا في مكان اخر. العود طلع شايح كيما شفتوه، يعني الكيك طايب. عندي زوز ملاعق اكل نتاع مربى المشمش اللي حضرته معاكم في فيديو سابق، تو بحول الله نخلي لكم الليان نتاع مربى المشمش في صندوق الوصف. خذيت زوز ملاعق مربى مشمش وزدت ملعقة أكل من الماء المغلي وحركتهم مليح، وتو باش ندهن بهم وجه الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كملت دهنت وجه الكيك كيما شفتوني بمربى المشمش، توا عندي شويه لوز افيلي محمرين باش نرشهم في وجه الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعمليه هذه تبقى اختياريه، كان عندك حطي ما عندكش ما تحطيش، المذاق نتاعها حتى من غير لوز افيلي يجي من احسن ما يكون. باش نخلي الكيك يبرد وبعد نقصه معاكم وتشوفوا الوجه النهائي نتاعو ان شاء الله. الكيك نتاعنا برد، تو باش نقصه ونشوفوه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا معايا قصيت من الكيكه، هذا الوسطاني نتاعها تجي اسفنجيه ويجي المذاق نتاعها من اروع ما يكون. كيك عائلي كيما تشوفوا، تجي نشاف والمذاق نتاعها يجي من ابن ما يكون. ان شاء الله تعجبكم كيكه اليوم وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفه قادمه عن قريب، دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.